بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله اليوم راح نتكلم بدرس بسيط جدا عن الفطريات. طبعا في الماضي صنف العلماء الفطريات ضمن مملكة النبات، ولكن مع تقدم العلم تبين أنه لا هنالك اختلافات واضحة بين الفطريات والنبات. أهمها أن الفطريات يعكس أشياء كثيرة جدا ويختلف عن النبات. طبعا الفطريات هي غير ذاتية التغذية، غير قادرة على بناء غذائها بنفسها، وبالتالي العلماء أدرجت الفطريات في مملكة منفصلة عن النباتات. هذه مقدمة بسيطة جدا عن اختلاف كبير جدا عن النباتات والفطريات. المهم إن شاء الله في الدرس السابق راح نكمله في وقت آخر، الدرس الآخر عن التكاثر الجنسي في الفطريات أيضا. إن شاء الله راح نشوفكم في الدرس لاحق. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.